الاعتراف بهما كيا بمهامهما. يعين الرئيس، لاحظوا اش كنقول لكم، هذه الماده تعرضت للمقص. منين جابوها؟ مشاو حتى الماده 47، مشاو الفقره 3، شوف شنو كتقول. اذا تغيب، لاحظوا، في حاله غياب كاتب المجلس ونائبه عاقه عائق، عاقه ما عائق، او رفض في حاله رفضهما قيام بمهامهما، قيام بمهامهما. اذا هذا شنو دار؟ هزوا الجزاء الذي يترتب عن عدم قبول التوقيع وحطوه لنا كجزاء عن عدم التراجع عن التحرير. وهذه الماده 24، الماده 23 فيها خرق صارخ لمقتضيات الماده 47، وهذا الشيء يجب ان يذهب في المحاضره وما دارنا في المحاضره. هذا الشيء تفضلوا، انا سالي الكلام. ممكن تفضل. بالنسبه لهذا واحد المعلومه، هذا القانون الداخلي نموذج معد من وزاره الداخليه. وانا عارف هذا يعني بالنسبه لنا احنا، يلاه بدنا المسائل اللي خصها تكمل. لا ولكن سي حسين، شوف النموذج الداخلي اللي نشكر فيه مش صعيب. النموذج الداخلي كيعطيك نموذج وكيعطيك حريه. شوف عمر راه كنت كنقرا في الابتدائي كنلقاو تحكي يقول لك كذا كذا، بالتصرف ياك بالتصرف ياك درك فهمتيني الميساج وصل. دونك هذاك التصرف راه خدمني تكمل وصل. بالنسبه اذا تعارض النص العام مع النص الخاص، واش كيقول القانون؟ النص يعني النص الخاص يعني ما غاديش نجيو النظام الداخلي نغلبوا على النظام التنظيم الجماعي. هذه من جهه يعني المرجع الاول هو التنظيم الجماعي. بالنسبه للقانون الداخلي راه غير مكمل ومفسر. يعني اذا كان بالنسبه ليساعد كاتب المجلس او نائبه ويساعد الرئيس، هذه غير تكمله. صافي راه ما كاين حتى شي اشكال. اسمح لي عاد المهام ديال كاتب المجلس والنائب دابا حاليا شكون دار عملي؟ شكون دار جدول الحملة؟ شكون سجل؟ شكون حسب؟ شكون حسب؟ الله يخلف عليك الزعيم. انا غير مكمل. يا صافي زيد باش نسيروا لقدام. فوالا اذا هذه المادة 23 راه ما مكمل. لا ما فيهاش خلفية. لا انا ما كنهضرش خلفية، ولكن كنهضر على ان المادة 23 24 خاصها تعدل. غادي نهزوا المادة 47 وغنحطوها هنايا. لان علاش؟ لان نقول لك انتبه معايا، شوف انتبه معايا، كاين قواعد هنايا امره ياك وتهزات وتحطات هنايا براسها. اذا هذا ماشي غير مكمل فقط. اذا هذا خليط من كاتب المجلس بالنسبه لتحرير المحضر والنائب ديالو الى عقب، ولكن ما جاناش كاتب المجلس، ما جاش النائب ديالو. رجعوا لهذه الماده. واش غادي نديروا؟ كاتب نائب كاتب ما جاش لا كاتب ولا نائب، واش غادي دير المجلس؟ هي كتعين الرئيسه، هي هنا واضحه، هي كتعين صافي سي بون. ولكن خاصنا نديرو احنا في الدقائق الداخليه سي بون. ماشي ما فيهاش، حنا عندنا كتابه المجلس فيها الماده 23 الماده 24، نسيب احنا واحد الماده ونبقاو نزيدو ونديرو حنا نديرو الماده 24 المكرر ولا الماده 23. ايه كنقول علاش هذه ما دخلناهاش هنا؟ فوالا كاين في القانون التنظيم الجماعي. لا ماشي احسن القانون الداخلي اللي انا غنصوتو على القانون، لان شوف انا هذا القانون ما صوتش عليه، كان هو بالامه، ولكن هذا كنصوتو عليه حنا، خاص المده المكرر غادي تزاد. زعما الا ما كاينش في القانون الداخلي، ما جاناش النائب والكاتب، ما جاوبش جوج. نرجعوا لهذا القانون. واه نرجعوا للقانون التنظيمي. ولكن دابا حنا في القانون في الاخر في القانون الداخلي، غادي نزيد الماده 27 ماده 23 مكرر، لان انا كنطالب بتطبيق القانون بحذافيره. غادي نزيد الماده 23 مكرر وراك عارف السي حسين، تقدر 23 واحد 23 جوج 3 نبقاو هنا 23. لا عارف هذاك الشيء هو موسع النظر. ولا بياسر انا شوف انا فرد من 17، انا اقترح مجرد اقتراح، بغاو الاخوان يدوزوه ما غاديش تضر. الا زدناها ما غاديش تضر، ما كايناش ما غاديش تضر. المهم حنا هذا الشيء اللي قلنا بالنسبه للتعيين نقدروا نهزوا الفقره نزيدوها في 22 ويحرر. نزيدوا يحرر ويعين ياك. لا يحرر وها يحرر يعين ماشي ديالو ديال الرئيس. السي احمد واش السي احمد علاش اللي عليك من الكاتب العام؟ ما الكاتب العام؟ الكاتب العام عمر الكلمة على يدك. شوف عمر على يدك وخذ الكلمة. راه بدينا دابا هذا. قلت لها خاص تدخل معنا
موجود ولكن احرق وذلك يمكن ان يكون متدخل ثاني متدخل ثاني.